مرة أخرى ملعوبة في مكان سليم لمصلحة الأهلي. وأنا منقول الآن خليل برافو مرور داخل منطقة الجزاء، هنا عرضية وهدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة الأهلي، هدف للأهلي عن طريق أحمد خليل. هنا الهدف الثاني إذن لمصلحة الأهلي في دقائق أخيرة، بل في ثواني أخيرة، الوقت الأصلي خلاص في الوقت بدل الضايع يأتي الهدف بعد عرضية ورأسية. شوف المرور هنا، المجهود العالي والمرور في الجبهة اليمنى والعرضية، شوف الدفاع وحيدا خليل في المرمى، وهدف ثاني لمصلحة الأهلي الإماراتي، 2 الأهلي مقابل هدف 1 للعربي. هنا شوف المحاولة الماضية والرأسية اللي تأتي بالهدف الأول، إذن 1 الهدف الثاني، 2 مقابل هدف، 2 مقابل 1 إذن لمصلحة الأهلي. هنا شوف إعادة للكرة الماضية.